المتوجه إلى المستشفى المركزي لولاية إليزي يلحظ حجم معاناة المرضى مع الأطباء إن وجدوه. هذه المرأة المصابة بداء السكري ملت من طول انتظار دام ساعتين، غير أن تصرف الطبيبة داخل مكتبها أفقدها صوابها. من السبعة راني هنا وراني نستنى في الطبيبة، والطبيبة دخلت الداخل قعدت هي صاحبتها ولا ما على بالي شي وشكون ولا نستنى فيها. قابضني السكر، راني مريضة على عمري ونسكن بعيد ثاني، مانيش نسكن حتى هنايا والله. ما قابلش نهز الدوايا، قاعدة ليا ثما هي مريحة. عيب هاد الشيء هذا، كاع مش محترمين العباد ولا محترمين المرضى ولا ما على بالهمش كاع. زيارتنا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية تيرغي وانت ميضي كشفت حجم الإهمال ولامبالاة المسؤول الأول عن هذا المرفق الحيوي. فالمرضى يؤكدون أن معاناتهم مستمرة مع تواصل غياب الأطباء الأخصائيين. كاين خطرات يجوا هنا ما يلقاوش الوقت كما نقولوا من يرفعهم في الوقت هذا، كاين واحد الأمراض ما عندناش كما نقولوا المختصين نتاعها. مستشفى إليزي بدون مسؤول، بدون أطباء، بدون نظافة، بدون حتى شيء، ما عندوش مسؤول يشد، ما عندناش مسؤول مؤهل المستشفى هذا نتاع قيادة إليزي. مدير الصحة من جانبه أكد أن معضلة الأطباء الأخصائيين بإليزي قد تم حلها ولا وجود لهذا المشكل. Toutes les spécialités existent. على مستوى الولاية. أيوة. متوزعين حسب القطاع بفضل جهود معني وزير الصحة. يوم اللي جيت لهنا يوم 3/6/2012 كان اختصاصي واحد، دوك رانا في 61. وعود الجهات الوصية بتحسين الخدمة الصحية بولاية إليزي تبقى مجرد حبر على ورق، فتوفير عيادات متنقلة للبدو الرحل وسكان المناطق النائية لم ترى النور بعد.